تم التسجيل والمكساج باستديوهات إهداء العروسين لنورة الشهراني للاستماع فقط. نورة استخدام الحقوق محفوظة لدى استديوهات من خافيه تكتب مشاعر بالالحان لغلا صديق برجوعها بالسلامة وارضى الوطن والجنوب هاليوم تزدان بنوره بنت ابراهيم للوفا والشهامة من خافي سكت المشاعر بل الحان لغلا صديق برجوعها بالسلامة وارضى الوطن والجنوب هاليوم تزدان بنوره بنت ابراهيم للوفا والشهامة. يا صديقة عمري يا غلا من سود الاعيان الحمد لله برجعتك بالسلامة من بعد غيبة برعايته سبحان الحمد مجر الغمامة. شفتك بثوب العافية يا غلا إنسانة الله يحقق لي دعائي ومرامة من غبت عني وقلبي في كل الأحيان ينبض لك وانت بعيدة هالإقامة واليوم قلبي بحفلتك حيث فرحان يا بنت أبو حسن نجمع علي مقامة من فرحتي بك صغت جزلتنا وزان ولعيونك حروف القصيد وكلامه يحميك ربي ويحفظك عالي الشان ويبعدك عن شر الزمان وسقامه. يا نوره اليوم نفرح احباب وخلان في يوم رجوعك يا سليلة النشامه ويفرح ابو حسين وام حسين كل الاقران بشوفه نوره دايم بخير وسلامه. مشاعر نوره صديقتك بعذب الالحان ويحفظك رب الكون دوما دوامه من خافك سكت المشاعر بالالحان لغلا صديق برجوعها بالسلامه وارضى الوطن والجنوب هاليوم تزدان بنوره بنت ابراهيم للوفا والشهامه. يا صديقه عمري يا غلا من سود الاعيان الحمد لله برجعتك بالسلامه من بعد غيبه في رعايته سبحان له الثنا والحمد مجر الغمامه. شفتك بثوب العافيه يا غلا انسانه الله يحقق لي دعائي ومرامه من غبت عني وقلبي في كل الاحيان ينبض لك وانت بعيده هالاقامه واليوم قلبي بحفلتك حيل فرحان يا بنت ابو حسن نجمع علي مقامه من فرحتي بك صغت جزلتنا وزان ولعيونك حروف القصيد وكلامه يحميك ربي ويحفظك عالي الشان ويبعدك عن شر الزمان وسقامه. يا نوره اليوم نفرح احباب وخلان في يوم رجوعك يا سليلة النشامه ويفرح ابو حسين وام حسين كل الاقران بشوفك نوره دايم بخير وسلامه. مشاعر نوره صديقتك بعذب الالحان ويحفظك رب الكون دوما دوامه. او الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 او من خارج المملكه 00-966-5333-48-021.